صباح الخير أعزائي المشاهدين. اليوم حبينا نعطيكم شوية أفكار. إحنا بجنينة فيها شوية يعني جنينة قديمة وكبيرة ما شاء الله، فحبينا نعطيكم شوية أفكار لأنه بطل إحنا هلأ يعني صرنا بمرحلة أو بوقت إنه أوكي أنا بشتري نبتتي أول شيء، بختار لها الموقع الصح، سواء هاي النبتة بتحب ظلة بتحب شبه ظلة أو بتحب شمس مباشرة. هاي الأمور اللي إحنا هلأ بدنا نصير نعرفها قبل ما نشتري الشتلة. بعد هيك صار في عندي ديكور ديكور في الحديقة، في معي شوية أفكار حابة أورجيكم إياها. يعني زي ما قلت لكم إنه صار في إكسسوار بالحديقة صار يلزم إذا أنا بدي حديقتي تكون حلوة. هلأ إحنا زي ما أنتم شايفين المنظر اللي قدامكم عبارة عن مربع، هذا المربع النبتة اللي هي اللي إحنا مشكلين فيها المربع هو البكسس أو الشمشير اللي معظمنا بيعرفه. نبتة الشمشير من النباتات اللي بتتشكل، يعني هلأ بقدر أخليه طابة أو أوريدي مرات بشتري طابة، أو بقدر أخليه سياج زي ما أنتم شايفين جوا هذا المربع. وفي عنا نبتة الأرجيلة، معلش يمكن الأرجيلة شوي تعبت من الشتاء هلأ عم بتشد شوي، مع العجل مع اللي إحنا بنقول له الزلط، وفي الفخارة، في تحت نبتة السيراتوستيغما برضو حكينا عنها. سيراتوستيغما نبتة لسه ما فتحت لكن راح تفتح. في اللي هي الزاوية اللي بالأخير في عنا اللي هي نبتة البيروفسكيا. نبتة البروفيسكيا هي نبتة يعني خلينا نقول نبتة سهلة جدا، بتفتح بشهر 5. هي زي ما أنتم شايفين مبلشت تفتح باللون البنفسجي، كتير نبتة حلوة بميزها اللون الورقها الفضي. الفكرة من الموضوع أنه أنا ما اقتصرت هاي القطعة عندي على النباتات، أنه أنا حاولت أستعمل نباتاتي بالطريقة الصح عشان أخذ هذا الشكل. هلأ برا هذا المربع إذا بتطلعوا معي حتلاقوا هذا الطريق اللي هو عبارة عن اللي إحنا بنقولهم الستيبينج ستونز أو الحجارة الشحف اللي إحنا ممكن عفواً ندعس عليهم وإحنا ماشيين. هلأ حواليهم ما حبينا نحط نباتات فحطينا اللي هي نوع من أنواع الحصمة اللي هي زي الفخار، كتير حلوة وغريبة، ممكن في إلها بدائل تانية. طبعاً بالسوق في كتير بدائل، في كتير أسعار متفاوتة، ويمكن من أكتر الأسعار اللي ممكن نلاقيها طرية اللي هو التوف اللي دائماً إحنا بنحكي عنه. يعني أنا عندي هذا القوار هلأ، وأنا جبت له نبتة الهيبي، نوع من أنواع الهيبي أو الهب، وبدي أزرعه بهذا القوار. هلأ أنا عشان أزرع أوكي طبعاً رح أفضي هاي التوف كله ورح أزرعه، والطبقة اللي فوق حتكون من هذا التوف اللي هو يعني إذا أنا استغليت أي نوع من الحصمة الجديدة ممكن أستعيد عنه بالتوف، حتى لو بدي أعمل حوالين الشحف اللي شفناهم قبل شوي بدل الفخار من هذا التوف، كنوع من أني يعني أقلل الكلفة برضو مو غلط، لأنه حلو في منه البني وفي أو الأحمر بقولوا في منه الأسود. هاي الشغلات الحصمة كتير بتعمل لي يعني خلينا نقول يعني بين النبتة والنبتة بتعمل لي زي كسر روتين خلينا نقول بحديقتي، وبتعمل منظر حلو. بالإضافة لهدفين للحصمة كتير حلوين اللي هم إنه بتقلل عشب وبتقلل تبخر المي. يعني أنا بدل ما تتبخر المي اللي أنا بسقيها بتتبخر أبطأ من الوضع العادي، لأنه هذا الحصمة بتكون على وجه التراب. هلأ من الديكورات كمان أو من الأشياء اللي بنستعملها اللي هو الزلط اللي إحنا بنقوله بالعامية زلط السيل، اللي هو الحجر اللي زي الطابات. عندنا هاي التلة إحنا مستعملين الزلط بطريقة إن رسمنا زي الكيرف منحنى معين، كان في فوقي نباتات وكان في بعدي نباتات أقصر، مشينا بالترتيب زي ما هلأ رح تشوفوا، بنباتات عالية لنباتات أقصر، في التوكريوم في الأيسر الأحمر. قدام هذا الحجر أو الكيرف اللي أنتم شايفينه كان في الكونفالفولس اللي هو زراعة جديدة صراحة، يعني إحنا هلأ هذا الكونفالفولس بالضبط صار له يومين مزروع، زرعناه على أساس يعمل لي
قدام هذا الحجر اللي انتم شايفينه زي ارضيه كامله، يعني الكونفولفولس من حلاوته انه بيعبي الارض كامله. اوكي بده وقت، لكن مع السماد والعنايه والميه الصح خاصه في البدايه راح يعطيني تغطاية كاملة لهاي الأرض. طبعاً إحنا عادةً اللي بصير إنه إحنا بنسلم مثلاً لجنينة لمهندس بيعمل اللاندسكيب برسم الرسمة، لكن إحنا برضو كمان مش كلنا عنا حدائق كبيرة ممكن إني أعملها لاندسكيب. ممكن أنا يكون عندي حوض صغير في البيت، ممكن يكون عندي ترس، لكن أنا حابة أعمل ديكور معين، حابة أعمل فكرة، حابة أضيف شغلة. فخار كتير حلو، الزلط حلو اللي هو حجر السيل، الحصمة بأنواعها كتير حلوة بالحديقة. رح نورجيكم شوية أفكار هلأ بأنواع حصمة متعددة انحطت بطرق مختلفة، لأنه طبعاً إحنا عنا الحجم كبير فكنا محتاجين لهاي التعددية بهاي الحديقة. الحجر أو الإكسسوار بشكل عام مهم، وفرجناكم شوية أمثلة عن حصمة استعملناها. هلأ إحنا هون هلأ زي ما أنتم شايفين تحت معرشات عنب. أوكي، معرشات العنب هاي كانت في مدخل بيت تحتيه ترابة، والسلوب أو الميلان كان قوي، فكانت الفكرة إن نحط الحجار على أساس لأكثر من هدف، بالإضافة لهدف الديكور إنه إحنا رفعنا التراب، حاولنا نحجز التراب بهاي الطريقة. يعني لما حطينا هاي الحجرات الكبيرة خلينا الترابة تكون حوالين النبتة بطريقة أحسن، وكانت السقاية كمان أفضل. ليه؟ لأنه إحنا ترابتنا محفوظة في مكانها، ما بضلها تسحل. وهذا على فكرة قاعدة مهمة هاي بالأراضي المايلة، يعني إحنا لازم دايماً نفكر لما بدنا نزرع إذا في عندي أرض فيها ميلان كتير إني أعمل اللي هو إحنا بنعرفه يعني بشكل عام السناسل. السناسل اللي هي بتنعمل حجر مشان تحفظ لي التربة وتحفظ لي المي، ما يصير في انجراف في التربة، لأنه إذا صار انجراف بتصفي المي عم تسحل لتحت وما عم تسقيلي نبتتي اللي جاي على الميلان. إحنا بهذا الوضع اللي أنتوا شايفينه حطينا الحجر، مدينا برابيش الري، وعلى برابيش الري زرعنا نباتات كانت موجودة عنا على فكرة، جزء منها من إنتاجنا وجزء منها كانت موجودة عنا كبداية. يعني هلأ في بعض النباتات هون يعني زي الأقحوان، ممكن من النباتات اللي هي حولية بتروح، فالأقحوان مثلا ممكن يروح، لما يروح أنا بحط بداله. هلأ إحنا عنا بالحديقة آيرس، ففسخنا من البصل الآيرس أو السوسن وحاولنا نزرع بين الحجار. كان في عنا برضو من إنتاجنا السويت بيز. السويت بيز نبتة قديمة جديدة، نبتة كتير حلوة مزهرة، لكن السويت بيز بين الحجر أعطى منظر كتير حلو. أكيد السويت بيز ما رح يضل، لكن إحنا كنا عارفين إنه في تبديل، لأنه إحنا ببساطة أنتجنا هذا السويت بيز وكان موجود عنا. فكرة النباتات هاي مع الحجر أعطت منظر كتير حلو، أعطت اختلاف وأعطت فايدة بالمحصلة. يعني أنا مستفيدة لأنه أنا حفظت التربة بهاي الحجر وأعطيت منظر لمدخل البيت، لأنه إحنا كان العنب عنا على مدخل البيت. العنب كتير إشي حلو، لكن كان بدنا تاتش بسيطة معاه مشان يعني يكون في منظر للي فايت على هذا البيت. برجع بقولكم الفكرة في الموضوع إن نستعمل مواد، أشياء. ممكن في شغلات عندي بالبيت أنا تكون فخارات قديمة، ممكن يكون في عندي عجل قديم صار في أفكار كتير جديدة، بس مش دايماً إنه لازم أنا أكون بدفع كتير عشان أخذ أفكاري. لازم يكون في عندي تخيل شوية، يعني مع الوقت ومع حب الشغلة على فكرة. ودايماً بنقول اللي بيحب الشغلة بصير بيحب إنه يعني يبدع فيها، وخاصة الزراعة يعني في مجال كتير لشغلات بالسوق وبأسعار متفاوتة بقدر إني أستعملها بحديقتي وأعمل منها أفكار جديدة وحلوة. يعطيكم العافية، وإن شاء الله جناينكم دائماً تكون حلوة ومرتبة.